انا بلغتهم كده وخلاص هم نجوا. فانا كان في اجتماع مع الصحفيين قبل ما افتتح الجلسه وبحضور بعض الساده النواب وكان موجود كما ادعو لاحترام الصحفيين فاني اناشد كل الصحفيين لاحترام المجلس وجميع اعضاء وعدم المساس باي عضو من اعضاء هذا المجلس. الرصد الإعلامي والصحفي سواء كان داخل الوطن أو خارجه ليحمل المجلس المسؤولية عن عدم قيامه بالدور التشريعي المناط به. ولذلك أهيب بكل أعضاء المجلس أن نسرع في إنجاز اللائحة لكي نتمكن من القيام بالدور الذي أناط به الدستور هذا المجلس من التشريع والرقابة. لأن كل الإعلام بيحمل المجلس المسؤولية. فالحل الوحيد ان احنا نسرع بانجاز الاهل. لقد راجعت المده التي تم فيها انجاز بعض اللوائح لبعض المجالس. وهناك مجلس نيابي في اوروبا كبير الجمعيه الوطنيه تم انجاز اللائحه في 24 ساعه. تمت مناقشه والموافقه على اللائحه. اللائحه هي مجرد دستور لتنظيم العمل داخل المجلس. ولكن ما حدث بالامس في جلسه يتم الموافقه على 4 مواد بحسبه بسيطه ان هذه اللائحه تستغرق 5 أو 6 شهور. بحسبه بسيطه من الناحيه الاقتصاديه ان 4 مواد تاخد 5 أو 6 شهور. ناشد الجميع باسم المصلحة العامة أن نسرع. شوف كده خلص الموضوع. انتوا يا جماعة.